قداش؟ 35 سنة ممثل هاوي. اي بديت بدايتي كانت في التياترو ستوديو مع سي توفيق جبالي كم كادغور فورماتور، فما زاد غازي زرباني، نجيب بن خلفلة. عملنا بعض اعمال في التياترو ستوديو اللي لقات نجاح كبير ودرنا بها تقريبا في الجمهورية كل، منهم عشق باد، منفس السرور. وبعد اتصلت بيا نسمة، قناة نسمة، باش نقوم بدور الخير والشر، الخير مع فؤاد لتيم. عملنا مع بعضنا 3 سيزون، تكونت فيها علاقة حلوة برشا مع فؤاد، وتكونت فيها خدمة حلوة، معنا دي زيدي جدد وكونسيبت جديد سورتو في برنامج نس نسمة اللي لقى سكسي كبير برشا الوقت هذاك. ومن بعد جات بروبوزيسيون من عند قروي عند قروي باش نعملوا لا كاميرا فاشي، اللي هي خلتني فاشي على خاطر عملنا مجهود كبير برشا مع ليكيب وكل شيء. ومن بعد صارت مشكله صغيره في المونتاج و سيتي با لو ريزولتا اتوندو. ثم بعد ذلك خرجت من نسمة باش نمشي وين؟ باش نمشي للراديو اي اف ام موزيكا وتفركيكا. خدمت شهرين غاديكا مع فريق يتكون من 4 من الناس، فاطمة بن نور، نجيب بن خلفلة، محمد عكاشة اللي هو ممثل واعد زادة تشوفوه. خدمنا، عملنا ديزيميسيون ديكالي خاطر الراديو اي اف ام كلها ديكالي، عملنا ديزيميسيون ديكالي. من بعد ما تفهمناش، ما ادري كيفاش شنو اللي صار، ما تفهموش واحد هم يخلينا مشيت على روحي، مشينا الناس كل. من بعد اونتخ تون بيان سور خدمت في فيلم فوس نوت، الدور اللي حبيته وعجبني برشا. توا الدنيا محلولة على بعضها، وتونس سورتو بعد الثورة العينين الكل عليها، دونك باهي كي نخرج تصويرة مزيانة سورتو ديفيرونت. باهي ديرنييرمون عندي الاكسبيريونس نتاع من اجل يوم كاترين في دور زاد مختلف ماهوش كوميدي. ما نعرفش كان نحكم على روحي انا ولا، اما ما اون توكا لو بليزير ما كانش موجود برشا، ما كانش موجود برشا على خاطر فما بوكو ديليمون. وهم اهم اليمون هي راهو الممثل قيمته تطلع وقت اللي الناس اللي دايرين بيه اللي هما لي بروفيسيونيل هما اللي يعطيوا قيمه. معناها سا سيغ غيان باش وقت اللي في النيغوسياسيون تقزمو وتعطيه حاجه معناها بدورو وتحبوا يعطيك حاجة باهية في الخدمة، معناها في الغول وكل شيء، سي با بوسيبل. لازم تعطيه قيمته، كلزم أكثر من قيمته، فماش ما يعطيك حاجة حلوة وخدمة حلوة. دونك كان ما خدمتش خدمة حلوة، سي أكوز دو لا نيغوسياسيون اللي أنا ما نعرفهاش نعملها نيغوسياسيون، جو سوي با أوبليجي باش نيغوسي بالكدا، فهمت؟ هذا هو. دونك حشقلوني بين قوسين، ومانيش راضي على روحي في الدور، ان شاء الله يسامحوني لي تكنيسيان والمخرج سي حمادي عرف. النيغوسياسيون صارت بعد ما بديت نصور ديجا، معناها كان نبعد من التصويره ممكن تصير مشكله كبيره وتولي الناس كل تطلب وبربي ارجع، انا مانيش غادي بكل. نيغوسياسيون صارت ربع ساعه قبل ما نصور سيكونس، معناتها لي حاجه ما تجيش، اما مش مشكل، سي با غاف، معناها تجربه ومازلت في بداياتي. باش نقول صغير، مانيش صغير برشا، اما مازلت في البدايه، سي با غاف. بتقدر نحكم على روحي نتحرم من المسلسل التوانسه ممكن، مي كان فما جو جديد افيك بليزير، مي هكاك سي با سا.